تبيم الاستفادة من شبكات الهاتف الانترنت ببعض الجهات المملكة. تفضلوا السيد النائب. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تعيش بعض الاقاليم القروية خاصة باقليم شيشاوة والحضرية باقليم زاكورة غيابا تاما لشبكات الهاتف النقل او انتقاد للفعالية المرجوة وعدم الاستفادة من معلومات 3G. فمثلا بالجماعات الحضرية باقليم شيشاوة سيد الوزير، فكجماعة دويران وجماعة الزاوية النحلية وجماعة تمزودة وجماعة مجات وجماعة فروقة، فهي جماعة حضرية تمتلك هذه الشبكة، لكن عدم الفعالية لضعف الفعالية نظرا لعدم الاعتناء بها وصيانتها بالشكل المطلوب والدائم، كما أن هذه السكنة في حاجة إلى استفادة من المعلومات نظرا لما تلعب هذه المعلومات من دور فعال في المباحث للطلبة، نظرا لأن المنطقة بها مؤسسات تعليمية ثانوية وتأهيلية وبحاجة إلى المعلومات للبحوث للطلبة. أما الجماعات الترابية أسيف مال وأداسيل وإيمين تونيت فهي جماعات تنعدم في هذه الشبكة، فبرغم أن هذه الساكنة تحتاج إلى مرافق صحية ومؤسسات تعليمية ومسالك طرقية ومسالح للشرب، فإنها الآن تحث على إرساء هذه الشبكة بالمنطقة لأن نظرا لمفعولها في الاستعجالات الصحية أو العلاقات أو التواصل بين أبنائها في المدن الكبرى. سيد الوزير، وبعد تدخلكم ونشكركم على ذلك، فالشركتين الكبيرتين بالمغرب باشرت عملها لإرساء هذه الشبكة في 3 محاور فقط بدلا من 10، ووتيره الاشغال بطيئه ومتاخره. لدى السيد الوزير نطلب منكم معاوده الكره لتشمل الشبكه كافه المناطق وتزويد كل الجماعات الترابيه بالاقليم بالاعلاميه 3G. وشكرا سيدي. شكرا سيد النائب. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. اللي كنعرفوه هو من 1993 الخصصة ديال هذا القطاع أعطت نتائج إيجابية مهمة. فإذا سمحتوا نعطوا بعض الأرقام. التغطية وصلت الآن ل 1500 منطقة ما بين 2005 و2007 اللي وصلتها التغطية، ومن الهاتف النقال عبر الاتصالات الأرضية وأيضا عبر الأقمار الفيسات. ومن 2008 ل 2013 اللي وصلنا له الان، وهو خلال البرنامج باكت للجميع كيعرفوه، تغطيه 8389 منطقه من اصل 9263، اذا 90.5%. اللي بقات الان وهي 684 اللي حنا الان كنوجدوها، ومن اللي غادي توجد هاد 684 غادي يبقاو 190 منطقه، اذا 2% اللي غادي ناهلوها في هاد السنه ان شاء الله. ولكن تزادت عليها 660 جامعه قرويه جديده، وان شاء الله في 2015 هاد المنطقات غادي يكونوا عندهم تغطيه كلهم. شكرا. شكرا سيد الوزير. كاين شي تعقيب؟ كاين شي تعقيب؟